رحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده معادنا الاولاني مع كره السله، كره السله سيدات قبل نهائي السوبر في سلسله المباريات. المباراه الاولى الاهلي وسموحه، المباراه ستقام في تمام الساعه السادسه في صاله برج العرب بالاسكندريه. كل التوفيق لفريق كره السله سيدات، دي اخر بطوله محليه للسنه دي بعد الفوز بالسوبر والكاس ودوري المرتبط وبطوله القاهره الرباعيه، دي البطولة الخامسة. إن شاء الله كل التوفيق للفريق كرة السلة. إن شاء الله هيكون معانا بعد هذه المباراة مباراة الكرة الطائرة سيدات، المباراة الثانية إن شاء الله الأهلي والزمالك. تابعونا على شاشة قناة النادي الأهلي، عندنا يوم ممتلئ بجولات استوديو الأبطال. في البداية طبعا قبل ما أروح لمباراتي أتناولها فنيا وتحليليا، بحب أرحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، نجوم مصر والنادي الأهلي السابقين، الكابتن شريف علي نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي وزميل الملاعب. اهلا بك يا كابتن شريف. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا حبيبي. انت اللي منور قناه الاهلي ومنور الدنيا كلها. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. معانا طبعا كابتن اسلام علي، ايضا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وايضا زميل الملاعب. كابتن اسلام منورنا. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بكابتن شريف، والصحبه دي مفتقدينها والله. احنا ناقصنا اثنين سناتر ويبقى خمس لعيبه نلعب مباراه نلعب مباراه على طول. منورنا كمان. اعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم دايما بنكون مع ابطالنا و نجومنا في كل مكان. اكيد صورنا لحضراتكم وكنا مع فريق كره القدم ورحلته ووصوله الى مدينه ابو ظبي في الامارات الشقيقه، دوله الامارات الشقيقه، استعدادا طبعا لمباراه السوبر المصري اللي هتقام يوم الجمعه الماضي. طبعا احنا على قدر المستطاع، دي في الطائره اللي استقلها فريق كره القدم لاعبين والجهاز الفني الى طبعا مدينه ابو ظبي. دي لقطات من الرحله، وكمان عايز اقول لحضراتكم نطمنكم على البعثه بالكامل، الدنيا تمام، الامور ماشيه كويس، والفريق اكيد بيستعد بشكل جيد. عندنا مباراتين جايين مهمين جدا، السوبر المصري ان شاء الله يوم الجمعه، واكيد مباراتنا الاولى مع الترجي. المباراتين دول مهمين جدا جدا جدا، ودايما النادي الاهلي له يعني في البطولات والمواقع الكبرى حكايات. طبعا في الشكل العام البعثه الحمد لله بشكل جيد وصلت، ما كانش فيه اي حاجه، كل حاجه كانت مترتب لها بشكل جيد زي ما حضراتكم شايفين وصولهم طبعا، واجراءات تسكنهم في فندق الاقامه، يعني كانت الامور ماشيه بسهوله. طبعا كهرباء يعني طبعا معروف هناك جدا اكيد ومعروف عندنا، فيعني وصوله ووصول كل البعثه النهارده كان بدون مشاكل خالص، والدنيا كانت ماشيه. هو بيضحك على طول على طول، كهرباء بيضحك على طول. يمكن ده يعني الموضوع ده بيضايق البعض، بس دي احلى حاجه في كهرباء الحقيقه. احنا مستمتعين بيه على طول، انه بيضحك على طول مبتسم، فدي بتبقى احسن حاجه. ربنا يوفقهم يا رب. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا بنطمنكم على البعثه، اكيد على مدار اليوم هنقول لحضراتكم علي معلول اهو، كابتن سعد بدر الحفيظ، كابتن قمصان، كل الجهاز الفني، مستر كولر. اللي عايز اقول لكم انه على مدار اليوم هنبلغ حضراتكم كمان بالبرنامج، يعني فور استلام اللاعبين البرنامج هيكون ازاي، تدريبات امتى. طبعا بعض من جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي استقبلت البعثه في مطار ابو ظبي كالعاده، وكما عودونا جمهور او جماهير النادي الاهلي بتكون ورا الفريق في كل مكان، ومش بس كره القدم، زي ما شفنا الكويت البطوله العربيه لكره السله في البدايه في الدمام، وبطوله العالم لكره القدم كان جمهور النادي الاهلي هناك، النهارده ابو ظبي. في كل مكان، في كل مكان بتلاقي جمهور النادي الاهلي العظيم ولا طبعا ورا فرقته. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين طبعا اليوفط والشعارات، طبعا جمهور الاهلي واثق فيكم، قاتل من اجل الاهلي، يعني جماهير طبعا كلام وشعارات تحمس اللاعبين، واكيد منتظرين الجمهور الكبير ده ان شاء الله في الملعب يوم الجمعه القادم. وزي ما قلت لحضراتكم تباعا مع زملائي الاعزاء، سواء انا موجود او زملائي الاعزاء وكباتني موجودين، اكيد هنقول لحضراتكم البرنامج اللي هيتخوضوا اللاعبين خلال الفتره اللي جايه لاستعدادا لمباراه السوبر. وزي ما قلت لحضراتكم ان ده اول ما اللاعبين بتخطر بيه، احنا بنجيب لحضراتكم الكواليس زي ما حضراتكم شايفين، واكيد طبعا احنا او الفرقه او البعثه كلها تشعر يعني انها بلدها الثاني، طبعا دوله الامارات الشقيقه اللي دايما بتحتضن الاحداث الكبرى، والحقيقه بنوجه لها كل الشكر، الحقيقه كل الشكر لدوله الامارات الشقيقه. يعني زي ما انتم شايفين نورتونا، لو ترجعونا الكلمه دي ثاني مكتوبه على الاتوبيس نادي الاهلي نورتونا. فطبعا ده مش غريب عن دوله الامارات الشقيقه والشعب الاماراتي الشقيق والاخ، والحقيقه يعني استقبال جيد دايما. دولة الامارات بتستضيف الاحداث الكبرى، ودي مش اول يمكن سوبر يتلعب هناك، ولا اول مباراه للنادي الاهلي هناك، وان شاء الله مش هتبقى اخر مباراه. دايما بيكون يعني دولة الامارات على اعلى تنظيم، على يعني حفاوه الاستقبال، مش بس للبعثه اللي مسافره، لا والجماهير اللي بتحضر.
الحقيقه انا هتكلم عن جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي دايما بتلاقي كل تيسير وكل امور يعني ميسره لدخول المباريات والخروج منها والتشجيع، يعني دنيا تانية وبتبقى حاجه جميله. قبل كره القدم بتبقى يعني ذكريات جميله لكل من هو بيشارك في يعني الاحداث والرياضيه الكبيره اللي بتنظم في دوله الامارات. اكيد زي ما قلت لحضراتكم شكرا دوله الامارات الشقيقه على حسن الاستقبال وحسن التنظيم. نرجع لضيوفنا ومباراتنا النهارده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده عندنا مباريات مهمه، اهم ثلاث مباريات فرقنا الحقيقه النهارده بتخوضها. قبل ما اروح لضيوفي عشان نتناول المباراه الاولى، هي مباراه كره السله سيدات قبل النهائي الاهلي وسموحه. طبعا سموحه تاني العرب، فريق قوي بيقوده مدرب محترم كابتن عماد محمود. المباراه الثانيه وهي الباسكتبول افريكان ليج اللي هتكون الساعه 8:30 مع كيب تاون تايجرز الجنوب افريقيا، احد الفرق الجيده المشاركه النهارده في البال الباسكتبول افريكان ليج والنادي الاهلي. المباراه وهتكون الساعه 8:30، كل التوفيق لرجال كره السله. المباراه الثالثه هتكون سيدات الكره الطائره وجيم 2 في سلسله مباريات او سلسله مباريات نهائي بطوله الدوري كاس مصر للكره الطائره سيدات، هيكون الساعه 9. نتمنى التوفيق لكل فرقنا. نرجع للمباراه كابتن شريف النهارده، اكيد مباراه الاهلي وسموحه مباراه مش هتكون ابدا سهله، مباراه هي خطوه للنهائي. الناحيه الثانيه في الجزيره وسبورتنج اكيد هتكون مباراه صعبه، شايفها ازاي النهارده مهمه لكلا الفريقين يا كابتن شريف؟ لا هو احنا لما نيجي كده نبص للقاءات السابقه بين الاهلي وبين سموحه، على فكره المباريات والسكور قريب جدا جدا من بعضه. هم فرقه لعبنا سموحه دي 4 مرات، 2 في الدوري المرتبط و2 في الدوري السوبر، والحمد لله الاهلي كسب في ال4 مباريات. بس الملاحظ في اخر مباراتين في مع فرقه سموحه، يعني كان السكور اول ماتش كان 94-78، الماتش الثاني 78-72، يعني 10 بوينت، يعني الدنيا بتقرب. فرقه طبعا كويسه جدا، فرقه لعبت افريقيا ولعبه فرقه عندها من الخبرات وعندها مدرب قدير جدا كابتن عماد محمود، مدرب منتخب مصر ومدرب قدير وزميل ملاعب يا كابتن برضه، وزميل ملاعب انا لعبت طبعا معاه ولعبنا في افريقيا سوا لو ومرني، يعني هو لعب معايا كابتن عماد محمود ومرني مع المنتخب لما كنا في بطوله يعني افريقيا في ليبيا، صحيح يعني احنا الحقيقه لعبنا مع بعض في السنغال لو تفتكر بطوله السنغال في افريقيا كنا مع بعض بالظبط 97 بالظبط كده. ومدرب ما شاء الله يعني عامل فرقه كويسه جدا على فكره السنه دي وعامل معاهم شغل كويس قوي. فالماتش النهارده ماتش على فكره مش هيبقى يعني زي ما بنقول كده هيبقى ماتش سهل، لا احنا لازم نبقى نازلين مركزين فيه لان السكور اخر ماتش 72-82 ده 10 بونت بس، وده كان على فكره ده كان في ملعبنا. فمحتاجين جدا 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 يبقى في تركيز النهارده بحيث ان احنا عندنا الخطوه دي عشان نخلص منها ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. كابتن اسلام شايف مباراه النهارده ازاي، خاصه بعد ما اضاف كابتن شريف عليه انه المباراه يعني او المباراتين الاخرين يعني الاخرى مع اللقاء الفريقين كانت بتتسم بالنديه، فالنهارده هو عموما يعني عموما ماتشات كره السله وبالذات في اخر ماتش لو نتفرج عليه بتاع الاهلي رجال، ما فيش حاجه مضمونه، ما فيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه وفرقه قويه. وصلنا 30 بونت في ماتش الباسكت الاخير الرجال، كان السكور وصل 30 الكوارتر الثالث خلصان 30 بونت، الماتش كله خلصان فرق باسكت وده ومعانا 4 محترفين ومعانا مدرب مدير فني عالي ومعانا في قائمه سكواد عالي جدا. فهي الباسكت لعبه ملهاش امان. الفرقه محترم الخصم عشان طبعا التاريخ كله بتاعنا بيقول كده، فما بالك بقى فرقه سموحه فرقه كويسه وعامله موسم كويس ومعاها مدرب كويس ومعاها محترفه كويسه جدا. فالماتش مش وان سايد جيم خالص، ماتش قوي جدا، لازم نحترم الفرقه من اول الملعب، لازم يعني نحترم فرقتنا، نحترم اسم نادينا واسم فرقتنا قبل ما نحترم الخصم. ان لازم نبقى فاهمين احنا بنلعب بتيشيرت النادي الاهلي، يعني ايه ما فيش حاجه اسمها نازل اهزر او نازل الازمه، ادي كل ماتش احترامه ولما ربنا يكرم والماتش يفتح ممكن ساعتها يبقى فيه مش هقول دلع بس يبقى ايه ساعتها يبقى الاعصاب هاديه، ممكن نجرب حاجه جديده انما ماتش مش سهل، ان شاء الله يعدي على خير ونبارك لهم بعد الماتش ان شاء الله. وهنتناول بقى فنيا اكتر، بس خلينا اعزائي المشاهدين نروح لارض الملعب ومراسلتنا هنا ابو القاسم عشان نقل لحضراتكم اجواء ما قبل اللقاء كالعاده كما عودناكم في استوديو الابطال. اتفضلي هنا. مرحبا بيك طبعا يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام كابتن اسلام علي وكابتن شريف علي وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا انا داخل صاله استاد برج العرب وخلاص بقى دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه ونصف نهائي بطوله دوري السوبر. يعني طبعا سيدات كره السله الحقيقه استعدوا بشكل قوي جدا لمباراه النهارده، يعني بعد تتويجهم ببطوله كاس مصر اخذوا راحه يومين بس وبعد كده قفلوا صفحه كاس مصر وال4 بطولات اللي حققوها، بداوا بقى يركزوا عشان طبعا
عندهم هدف واحد وهو تحقيق خماسية هذا الموسم وعمل موسم استثنائي. عايز اطمنكم على سيدات كرة السلة، يعني هم وصلوا امبارح اسكندرية وخاضوا مران مسائي، كان المران الساعة 5-7، النهاردة وصلوا الساعة 5 للصالة، وكمان بدأوا في عملية الإحماء طبعا زي ما انتم شايفين يعني أكيد خلفي. خليني أقول لكم طبعا أن الدور ده بيقام بنظام best of 3، النهاردة هتكون المباراة الأولى الساعة 6 ومباراة تانية هتكون الخميس الساعة 8 مساء، وعندنا ثقة كبيرة جدا بقى في سيدات كرة السلة أن هم مش هيضطروا يلعبوا مباراة تالتة وهيحسموا الفوز من المباراة التانية ويحجزوا مقعد بقى في المباراة النهائية. يعني دي المواجهة الخامسة بين الأهلي وسموحة هذا الموسم، اتواجهوا مرتين في الدور الترتيبي لدوري السوبر ومرتين في دوري المرتبط، وطبعا النادي الأهلي فاز في جميع المباريات، إن شاء الله بقى النهاردة كمان يقدر يحقق فوز. كمان بقى خليني أقول لكم وأفكر حضراتكم بمشوار النادي الأهلي في دوري السوبر. النادي الأهلي كان متصدر جدول الترتيب في الدور الترتيبي، بعد كده قدر يتخطى عقبة فريق مصر للتأمين في ربع النهائي، فاز في المباراة الأولى بنتيجة 89-71 وفي المباراة الثانية بنتيجة 98-71 عشان بقى يتأهل لنصف النهائي. كمان خليني أطمن حضراتكم على حالة الفريق، يعني النهاردة هيكون في بس غياب للاعبتين بسبب الإصابة، اللاعبة ندى نافع واللاعبة نهى شتا. عندنا ثقة كبيرة جدا طبعا في سيدات كرة السلة ان هم ان شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة اليوم. خلونا كمان بقى ننتقل لفريق سموحة وافكر حضراتكم بمشوار سموحة في دوري السوبر. سموحة كان المركز الخامس في الدور الترتيبي، بعد كده قدر يتخطى عقبة الاتحاد السكندري في ربع النهائي، فازوا في المباراة الأولى بنتيجة 62-58 والمباراة الثانية بنتيجة 68-72، فطبعا ما اضطروش يلعبوا لمباراة ثالثة وحسموا أيضا التأهل لنصف النهائي. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لسيدات كرة السلة النهاردة. كمان يا كابتن هيثم خليني أقول لحضرتك إنه سيدات كرة السلة وعدوا كل الجماهير في بداية الموسم إن هم هيعملوا موسم استثنائي، هيحققوا جميع البطولات، حتى الآن حققوا 4 بطولات وخلاص بقى على بعد خطوات قليلة جدا من تحقيق البطولة الخامسة. وكمان حقيقة إن هو موسم بلا هزيمة، يعني سيدات كرة السلة فازوا في جميع المباريات، إن شاء الله بقى يفوزوا كمان في مباراة النهاردة. ونكون معاكم طبعا بلقاءاتنا الحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي، معاك طبعا يا كابتن هيثم ومع نجومك الكبار لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه نقلت لنا كل الاجواء، وكان يعني نادي سموحه اتاخر شويه في الوصول، ولكن لما جت الصوره ورا هناء ابو القاسم شفنا ان نادي سموحه وصل، فخلاص يعني متهيألي نصف ساعه بالكثير او يمكن ثلث ساعه، ممكن المباراه تتاخر 10 دقائق وربع ساعه، كل فريق ليه نصف ساعه تاخير عن موعد المباراه، وده اللائحه بتقول كده. بعد نص ساعه بتبقى انسحاب، فتصور انه ممكن يعني طاقم التحكيم يدي ربع ساعه زياده لنادي سموحه عشان يبتدوا يسخنوا، لان هم لسه داخلين الملعب حالا، يعني وصلوا الملعب متاخر. كابتن شريف، النهارده يمكن النادي الاهلي عنده حلول كتيره في المباراه، عنده يعني سناتر تحت الحلقه، في جاردات، في بوين جاردز، عنده يعني تنوع. شايف النهارده مباراه زي سموحه انت محتاج تطلع بيها ازاي؟ يعني هل انت محتاج المباراه تبقى سريعه؟ هل انت محتاج المباراه تبقى ماشيه 5-5؟ يعني تريح نفسك ازاي في مباراه زي دي؟ هو طبعا هو يعني انا شايف ان برضه هو موضوع السناتر دي، خلي بالك ان هو عنده اصابات، عنده نهى وندى، عنده الاثنين سناتر دول مصابين، فهو عنده مشكله في السناتر النهارده. خلي بالك يعني النهارده هيلعب برانيم وهيلعب بيارا. وكان في كمان اللي عرفت معلومه ان امبارح في التمرين شيكيلي جالها سبرين انكل، فشايفها بتسخن، هي عملوا لها بتيست في التسخين، فهي هتلعب يا مش هتلعب. وانت عارف نظام طارق يعني برضو بيبقى حريص جدا، حريص على اللعيبه بتاعته، فلو هي فيها اصابه ممكن ما يلعبهاش، لو هي هتقدر تلعب هيتكمل. فاحنا عندنا مشكله تحت الحلقه. طب انت عندك فكره ندى نافع يعني اصابتها ايه وانها شتا؟ يعني الف سلام عليهم طبعا، بس ايه الاصابه اللي عندهم؟ هل هتطول؟ انا اعرف ان في حد واحده منهم عندها سبرين انكل والثانيه ظهرها وجع، فالموضوع مطول شويه. بس اعتقد ان هو ممكن على نهايه يلحقوهم، لكن احنا عندنا مشكله في السناتر النهارده، فانت عندك رنيم ويارا بس موجوده. وكنت بتعتمد ان انت ممكن تلعب شيكيلي 5 أو 4، ممكن النهارده ما تلعبش بسبب السبرين انكل ده. ف طارق عنده حلول، يعني دايما بيعوض، ممكن يلعب اللاعبه
ميرال ساعات بيلعبها اربعايه يعني بالظبط بيقدر يعوض الغيابات دي. مكسب فوز نادي الاهلي دايما بالفاست بريك احنا يعني من متابعيه ليه النهارده اللعب السريع هو اهم سريع. حاجه فاست لا لا هو خلص ده ميستو عندك نادين وعندك سوريا نادين السلعاوي وسوريا وميرال وفريده اللعيبه دول مميزين جدا 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 بالانطلاق بالظبط هو دايما اي فرقه حتى لما بيطلع عليها وتلاقي السكور بيعلى بيعلى بالفاست بريك. فانا متوقع ان رضا طارق يعني هيبقى ضاغط من اول الملعب واعتقد ان هو موضوع الفاست بريك ده لازم هيبقى مركز فيه لان دي هي يعني ميزه جدا 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 في اللعيبه اللي عنده. هو طبعا بيستخدم اللعيبه اللي عنده في المواضيع دي. نعم كابتن اسلام شايف ايه؟ شايف هل يعني طبعا كابتن شريف اكد موضوع اصابه نهى نهى نافع وندى نافع ونهى شتا وشيكلي يعني لسه برده مش جاهزه يعني او ممكن تبقى النهارده مش جاهزه. شايف ده النهارده ازاي؟ شايف ده ممكن ياثر علينا؟ والناحيه الثانيه في سموحه ايه الاخبار؟ هو كابتن شريف قال نقطه مهمه جدا موضوع الفاست بريك. انا مقتنع دايما ان مفيش مشاكل في اي نقص ودايما القائمه اللي هي مكتمله الاركان زي قائمه النادي الاهلي وبدماغ كابتن طارق خيري لازم يبقى عنده الحلول. من ضمن الحلول البسيطه جدا جدا في النقص بتاع الطوال انه يضغط بريسات بالعكس ده ممكن يستفيد بان القصيرين عددهم اكتر ويلعب باربعه قصيرين في الملعب ويستفيد بده فنيا انه يضغط بريس معظم اوقات المباراه. بس ده سلاح ذو حدين برضو البريس لا 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 البريس الضرب بيبقى يعني كفايه سنتر واحد مع اربعه قصيرين يعني, يعني هو لعب على فكره بالنظام ده كتير يا كابتن وده طارق خيري بيلعبه على طول يعني حافظين الكلام ده كويس ودي 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 رؤيه فنيه ممتازه وبتبقى كارت لازم بيستخدمه في وقت من الاوقات. وكمان زي ما انتم شايفين ده الاحماء يعني خلاص يعني انا شايف شيء كده بتسخن بس يعني ما انا شفتها بتسخن وانا بقاسم معانا ان شاء الله تكمل بس لو لعبت لعبت ما لعبتش يبقى هو اكيد بيريحها والبريسات او الزوم بريسات اللي ممكن تتلعب كحل من الحلول هيساعدنا في الفاست بريك اللي بيقولوا عليه لان احنا ممكن نعمل ستيل ونجري يبقى ونقلل زمن الهجمه نلعبش 5 على 5 نلعبش 5 على 5 كتير ودي من ضمن الحلول. طبعا الجيم طويل و40 دقيقه هم بيدين 11 دقيقه اهو يعني لا هم هيلعبوا الماتش في ميعاده يعني الساعة هي أو البورد اللي في الملعب هيبقى في ميعاده إن شاء الله فهو بيدي لك 11 دقيقة وإحنا دلوقتي 5:49 يبقى الماتش في ميعاده ومش هيدوا أي تأخير بسبب وصول سموحة متأخر. فضل هو اللي يقلق أكتر بقى إن ده بيست أوف 3 يعني في ماتش تاني يوم الخميس فلو لا قدر الله الإصابات زادت أو أي حاجة ممكن يبقى عندنا مشكلة يوم الخميس. فإحنا إن شاء الله نكسب النهارده بفرق ونلعب بال12 ودي تبقى نقطه مهمه يلعب بال12 يوزع الحمل على ال12 عشان في زي ما يقولوا كده الشوط الثاني يوم الخميس وده يعني برده هدف برده لازم كابتن طارق يبقى عينه عليه واكيد عينه عليه. انما فنيا انا مقتنع ان ما عندناش اي مشكله ان ممكن يبقى لعيبه مصاب يا ربنا يرجعهم كلهم بالسلامه يا رب دايما عندنا ان شاء الله حلول. بس احنا نسينا السنتر في سنتر كمان بتلعب اللي هي اللي جت من نادي الزمالك يارا اسامه يارا اسامه رنيم ويارا اسامه ورنيم الاثنين بوزيشن 5 بيغيروا بعض ممكن في وقت من الاوقات يلعبوا جنب بعض زي سيف وعمر طارق في الفيرستيم رجال. طيب خلينا كده كابتن مع حضرتك نستعرض قائمه يعني النادي الاهلي او اللاعبات. خلينا الاول الجهاز الفني لسيدات النادي الاهلي نستعرضه مع كابتن شريف علي. اتفضل يا كابتن شريف. مدير فني كابتن طارق خيري، مدرب عام كريم محمد، مدرب مساعد علياء محمود، مدير اداري ماجد فوزي، اداريه مشيره عبد العليم، مخطط احمال اكرم عادل، محمد اكرم محلل تقني، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين محمد اخصائيه العلاج الطبيعي، دكتوره مي القاضي اخصائيه نفسيه. على فكره النقطه دي مهمه جدا جدا حته الاخصائيين النفسيه طبعا ليها دور كبير جدا. انا عايز اقول لحضرتك يعني من متابعه الفرقه عامله دور كبير جدا جدا مع اللعيبه يعني انت عارف احنا بيبقى في دايما مشاكل و كون ان يبقى متواجده طبيبه تقعد تتحدث مع اللعيبه دي وتحل مشاكلهم النفسيه دي من المواضيع المهمه جدا جدا ودي حاجه كده بالذات في فرق البنات بالذات في فرق البنات بالظبط مشاكلهم كتيره يعني بالظبط كده يا كابتن اسلام. طيب خلينا نروح لكابتن اسلام علي ونستعرض معاه قائمه اللاعبات لاعبات النادي الاهلي اللي بيخوضوا اللقاء النهارده. اتفضل يا كابتن اسلام. المحترفه الامريكيه شيكيلي، ميرال اشرف، نادين السلعاوي، سرايا محمد، دينا عمرو، نرمين ايمن، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، حبيبه محمد، بيكو، يارا اسامه، وجايده خالد. وجايده خالد داخله السكور النهارده ان شاء الله يكون ليها دور يعني اول سنه درجه اولى وان شاء الله يكون ليها دور في المشاركه وهي لعيبه مميزه جدا. وان شاء الله زي ما انا بقول كده اتمنى ان كابتن طارق يوزع الحمل على ال 12 منها بيدي خبرات لكل الناس ومنها يركز في الماتش واضح برده من التشكيله هو فعلا غياب يعني
يعني اللاعبتين المصابتين نهى ندى نافع ونهى شتا مش موجودين. طيب هروح لكابتن شريف علي ونستعرض ايضا اكيد يعني قائمه اللاعبات في نادي سموحه. خليني استعرضهم مع حضراتكم انا لان هو هي لسه جايه لنا من الملعب حالا. 4 هنا العبسي، 5 ايه فتح الله او فتح الله، في عندك اللاعبه المحترفه إميلي المحترفه بصفوف سموحه، 8 ريم اسامه، 10 انجي صلاح، 11 رنا محمد، 14 ملك عبد القادر، 20 ملك سامي، 22 فريده طارق، 24 ايتن ايهاب، 32 نور المهدي، 74 جنه مصطفى. خليني تاني استعرض مع حضراتكم قائمه فريق نادي سموحه. 4 هنا العبسي، 5 ايه فتح الله، 7 ايميلي اللاعبه المحترفه، ريم اسامه، انجي صلاح، ورنا محمد، وملك عبد القادر، وملك سامي، وفريده طارق، وايتن ايهاب، ونور المهدي، وجنه مصطفى، وطبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن الكبير كابتن عماد محمود، وضيفنا العزيز اللي كان كمان بينورنا اوقات كتيره في استوديو الابطال ومبارياته وتحليلاته الجميله. طيب النهارده لازم برضو نستعرض مع حضراتكم كابتن الفريق في النادي الاهلي دينا عمرو رقم 10، في سموحه رقم 8 ريم اسامه هي كابتن الفريق. خلينا استعرض مع حضراتكم ايضا الحكام، حكام الساحه او الملعب، حكم ايمن عوض، دينا احمد، سلمى بلال، دول الثلاث حكام. الطاوله مهند محمد، الاجهزه طبعا المقاطي احمد عبد الحميد، مسجل شيماء اسماعيل، عمرو سامي 24 ثانيه، وكل الحكام سواء الثلاثه اللي في الارض الملعب او الثلاثه اللي على الطاوله هم كلهم من منطقه اسكندريه، ولا يوجد اي حكم من منطقه القاهره او المناطق الاخرى يعني مناطق كره السله الاخرى. طيب يعني خلاص كده احنا كل المعلومات عندنا، يتبقى التوفيق. طب كابتن يمكن فرق الاتحاد، اجي لك كابتن شريف، فرق الاتحاد عامه او فرق اسكندريه خاصه اتحاد اسكندريه طبعا وسموحه وسبورتنج وخلافه بيعتمدوا بشكل كبير على الرميات الثلاثيه من ايام ما كنا بنلعب، والاجيال اللي قبلينا واللي قبلينا واللي بعدينا يحبوا تاتا بونت. اسكندريه كده تلاقي بتعشق تاتا بونت، ما اعرفش ايه يعني حب تاتا بونت. شايف النهارده سموحه ممكن يبقى احد اسلحتهم؟ هما لما هنيجي نبص كده على فرقه سموحه، هي فرقه مميزه على فكره في الشوت 3 بوينت، وعندهم ثلاث لعيبه مميزين جدا في التصويب من تاتا بونت. نعم. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان في مبارياتنا السابقه يعني الحمد لله الدفاعات اللي كانت موجوده عندنا وقفت الثلاث لعيبه دول، وكان في حلول ان الثلاث لعيبه دول انا مش متذكر اساميهم للاسف يعني لان انا كنت متابعت ليهم يعني انا كنت بتفرج عليهم بس انا مش متذكر الثلاث اسماء، لكن الدفاعات اللي كانت موجوده وكنت شايف ان اللعيبه مركزين عليهم فما شطوش كتير، فكانت المواضيع دي مريحاك في في, في مجريات الجيم ان هم ما يطلعش عليك، لكن هو خسرتهم اهم سلاح عنده بالظبط. لكن المعلومه اللي حضرتك بتقولها دي هم فعلا، هو كل فرقه اسكندريه بيعشقوا 3 بوينت، هم مميزين جدا جدا ليه؟ والله هو كل الانديه كده بتحب 3 بوينت على فكره. انا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الناشئين تلاقيه مثلا عنده 5 6 سنين واقف في الملعب عمال يشوط 3 بوينت. يعني ليه العشق؟ هل عشان اهات جماهير اسكندريه مع كل تاتا بوند فبقى ده عشق؟ يعني حتى فريق 16 سنه سموحه بيلعب الاهلي كان امبارح، فريق سموحه بالمناسبه فاز، ولكن سموحه 3 ارباع 90% من محاولاتهم تاتا بوند. انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، هي 3 بوينت اصلا لوحدها صح. فيها بهجه وفرح. يعني بص الترابيزه دي قاعد عليها 3 شويطه يعني ما شاء الله. انت كنت شويت يعني انا كنت لا وانت يا كابتن الله اسلام علي شويت، فالترابيزه دي عليها 3 شويطه فاحنا بنحس الكلام ده. 3 بوينت ف 3 بوينت دي كانت شوطه مهمه جدا، وكانت على فكره بتخلي الجماهير تسخن كمان معاك يعني صحيح. مش انت بس بتبقى مبسوط. اكتر حاجتين في لعبه كره السله بيطلعوا الاهات من الجماهير، الدنكات والثري بوينت. الثري بوينت احنا عشان ما بنطولش الحلقه، احنا الثلاثه ما بنطولش الحلقه. لا لو سمحت اتكلم عن نفسك. لا هيثم كان بيجيب دنكات احنا ما كناش بنجيب. لو سمحت يا كابتن اسلام من فضلك لاحظ كلامك جارح، انا كنت بجيب دنكات. النقطه دي على فكره يعني من العوامل المهمه جدا، ان انا كلاعب مثلا ما بعرفش اجيب دنكات او لعيب قصير، فكنت لازم ابقى مميز بثري بوينت. يعني احنا دايما بس انت كان مسمينك نبله يا كابتن شريف حبيبي. ده يا كابتن هيثم اتعلمنا منك برضه يعني. كنت بتسميك ايه برضه يا كابتن اسلام؟ ولا انا كنت بديله الكره على 3 بونت وارجع وترجع انت لانه عارف انه هيجي. لا بس احنا برضه كنا بنديلك يا كابتن اسلام برضه، ما انت كنت برضه ايدك سمنه يعني في المنتخب. انا عايز يعني اقول حاجه بس للمشاهدين، احنا لما كنا في التمرين بنتدرب مع بعض احنا كنا بنلعب جيمات
انا فاكر كويس جدا جدا اللي كان بيجيب 8 من 10 كان بيخسر يعني انا يا 10 10 يا 10 9 يعني احنا الثلاثه دول كنا بنلعب 8 لا خسرت 8 تخسر يعني كنا 10 9 انت بتشوط ده واحد عارف ان خلاص خلاص لان اللي هيجي وراك مش هيجن كان برضو كان كابتن فتحي عبد العزيز افتكر وكان اشرف الكردي كان طارق خيري شويت طبعا طبعا وكان انا فاكر كان في المنتخب في كان اخر 5 دقائق فاكر كان بيعملوا زي كومبيتيشن كده شويت الثلاثة منتخب أيوة. بعض أيوة. فاكر كان بيحصل الموضوع بس الحقيقه هو يعني مازال هذا العشق يمكن فرق اسكندريه بشكل رجال وسيدات بشكل مرعب يعني بيحبوا تاتا بونتا يا كابتن اسلام بشكل مرعب. طيب خلينا النهارده خلاص لان هو فاضل يمكن 40 ثانيه نروح للماتش. توقعاتك في 10 ثواني يا كابتن اسلام على الاقل على الفتره الاولى والثانيه انا شايف ان في الفتره الاولى والثانيه ممكن السكور بتاعنا يوصل مثلا من 10 يعني مش عايزين 10 بونت بس هنفتح في الاخر ان شاء الله هيبقى كلوز جيم. اه كابتن شريف ان شاء الله يعني انا شايف ان هم رايحين مركزين وهيبقى اول شوط اعتقد ان هيبقى السكور جنب بعضه لكن بعد كده ان شاء الله الاهلي بيفتح ده من الاربع مباريات في الثالث الاهلي بيطلع على طول ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا باذن الله. خلاص دقيقتين وتنطلق المباراه خلينا نطير لصاله برج العرب ومعلقنا القدير دكتور وائل ابو العزم عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه من مباراه كره السله الاهلي وسموحه في اولى مباريات سلسله نهائي قبل نهائي دوري السوبر للسيدات موسم 22-23 فالى هناك. شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي بفارق 10 نقاط 40-30. الحقيقه النادي الاهلي حتى الان بيدير المباراه يعني زي ما هو عايز بيقوله. طبعا نادي سموحه بيكافح بيتفوق في فترات. خلينا اعرف راي ضيوفي طبعا منورني في استوديو كابتن شريف علي وكابتن اسلام. كابتن اسلام يعني شايف المباراه النهارده ازاي خاصه في الاول والثاني الموضوع مشي كلوز جيم وبعد كده النادي الاهلي فرق وبقى سموحه هو اللي بيكافح عشان يقرب. بص يا كابتن هيثم انا ليه عندك دلوقتي يعني يا غدا يا مكافاه يا كل اللي انا قلته حصل. طيب قول لي اول حاجه التشكيل اللي كابتن طارق خيري بدا فيه في اول الجيم 24 تمام 24 ورنيم الجداوي بيجمال دي اول حاجه واحنا كنا قايلين ان ده هيحصل في جزء من انا بدأ بيه مش بس كده من ضمن الحاجات اللي قلتها لك لما هنلعب 24 هنعمل زون بريس تمام من اول هجمه في الماتش عامل زون بريس ادي تاني حاجه لما حصل فاول ترابل وبقينا رنيم الجداوي 2 فاول طلعها وبقينا 25 ما نزلش يارا اسامه لا ده فطار وغدا وعشاء كده تمام كده بعد كده بعد كده نزل يارا اسامه بعد كده نزل يارا اسامه ورنيم الجداوي بقوا اثنين بيج مان وده كان عشان ولعب زون 2 3 وفعلا نجح ان هو جاب كل الريباوند وجرينا. بص كل اللي احنا قلناه في الاول حصل في اول 20 دقيقه. اخر حاجه عايز اقولها لك ان انا قلت لك مش هيعدي الفرق اكتر من 10 بونت. انا قلت لك الكلام ده لو عايز ترجع بالشريط بتاع الحلقه من اولها انا قلت لك مش هيعدي اكتر من 10 بونت في الكوارتر الاول والثاني السكور السكور خلص 10 بونت فانا يعني غدا وعشاء حظك كويس 3 بونت ممكن ابات كمان 3 بونت الاخرانيه دي كانت عدت بقول 10 ما كنتش هتقول الكلام ده صح شكرا كابتن اسلام اتفضل كابتن شريف اتفضل يا لازم لا هو طبعا واضح ان كابتن اسلام بيذاكر الفرقتين كويس ده بص يعني جاي كده مجهز نفسه ده جايب كشكول يعني مش جايب واحد بتاع فجر هنا الله اكبر يعني يعني انا عايز اقول لكم بص كابتن اسلام يعني قاعد وكابتن شريف انا اوريكم دلوقتي يعني انا طبعا مش يعني مش هبوظ لكم طبعا مستنيين الغدا بس قاعد يعني بصوا يا جماعه يعني كده اجيبها كده كويس. بصوا شايفين كل لاعب يعني سكاوتنج واحصائيات على الهواء هو الحمد لله يعني توقعاتنا قبل مباراه يعني فعلا بنسبه كبيره جدا جدا اللي احنا اتكلمنا فيها هو اللي حصل. وحصل ليه؟ لان احنا يعني متابعين الفرقه. انا عايز اقول لك ان كابتن طارق بيلعب بدفاعات كتيره قوي ودي من مميزاته في السيستم اللي حطه في الفرقه من اول ما مسك الفرقه. يعني انت بتلعب دايما بريسات من اول الملعب بريسات من نص الملعب لما بيجي يلعب زون بيلعب 1 2 2 بيلعب 2 3 بينوع في الدفاعات بتاعته ودي دايما بتربك اي فرقه بيلعبها. صحيح. يعني عندنا بدايه المباراه كانت بدايه زي ما اتكلمنا في فاست بريك النادي الاهلي طلع 9 و10 بونت بفضل الفاست بريك فريد وائل برضه نقل الفرقه ونادين السلعاوي ومرال اشرف. وانا عايز اقول لك كمان يعني نقلوا الفرقه نقله كويسه النقله اللي في الفاست بريك اللي كانت واضحه قوي لما نزل
رضوى وفريده، الاثنين ما شاء الله الاثنين سرعه جدا جدا وبيساعدوا. والحاجه الملحوظه ان رنيم الجداوي دايما بتاخد ريباوند وبتروح بيه فاست بريك، دي برده من الحاجات، اكيد دي تعليمات برده مش تعليمات طبعا. ودي ميزه في رنيم الغناوي اصل انا دايما بقول الغنام، اصل انا دايما بقول لطارق ان رنيم دي طارق الغنام عامله زي طارق الغنام بالظبط عنده يعني. فكل التوقعات الحمد لله يعني برؤيه كده ده اللي اتنفس في الملعب. طب كابتن شريف نروح لنادي سموحه، نادي سموحه ابتدى ايه، اشتغل ايه، عمل ايه يعني، برضو لازم نفكر من منطلق كابتن عماد محمود. وكابتن عماد محمود عمل زي ما طارق خيري عمل، قاري الفرقه وقافل المفاتيح. يعني انت لما تيجي تبص على سوريا، سوريا فين في الشوط الاول والثاني؟ مفيش غير شوطه واحده 3 بوينت هي اللي جابتها في الثاني. ضغط عليها كويس جدا، ضغط على السلعاوي نادين السلعاوي كويس جدا، فهو اوريدي عامل شغله وقافل مفاتيح النادي الاهلي. ومش شايفين الانطلاقات والشوطات 3 بوينت الكتير بتاعه سوريا اللي احنا بنشوفها. سوريا دايما في كل ماتش بتجيب بتاع 4-5 3 بوينت لغايه دلوقتي هي مضغوط عليها. فاحنا عايزين نقول ان كابتن عماد اشتغل على فرقه النادي الاهلي وقافل مفاتيح اللعب اللي موجوده في النادي الاهلي. خليني اقول لكم كبات الاحصائيات جات لي من ارض الملعب، وخليني اقول لحضراتكم مثلا ابرز الهدافين في النادي الاهلي. بتراجع ورا في الاحصائيات؟ طب قول كده يا كابتن اسلام، مين هداف النادي الاهلي؟ لا مش الهداف، اللي انا عايز اقوله ان الكوارتر الاولاني اللي هو خلصان فرق 24-16، ال 24 بونت اللي احنا جبناهم دول فيهم 20 بونت من الفاست بريك ما بين 3 بوينت وفاول شوتينج، 8 فاول شوتينج و12 بونت من الفاست بريك. طب خد الاحصائيات دي هتعجبك والله، خد شويه الاحصائيات دي. اتفضل خد بقى يا كابتن. انت عندك الهداف نادين سلعاوي برصيد 13 نقطه مظبوط، ما شاء الله الله اكبر على نادين 14 ما شاء الله عليها 13 عندنا 14 لا دي جايه من ارض الملعب بقى، دي الاوفيشال يا كابتن، دي الاوفيشال يا كابتن يعني اروح يعني لا 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 انا هناخد بيها بس مش دلوقتي. عندك طبعا رنيم الجداوي ودي حاجه برده كويسه، حط 12 بونت يعني رنيم وسلعاوي نادين، نادين هي 3 بونت النادين اهي يعني. انا عندي بقى رنيم 11 يبقى في بونت هنا حطيته هنا مكان هنا تمام، يبقى كده 25 بونت الاثنين، 25 من اصل كام؟ من اصل 40. طيب بعد كده بقى يجي فتره كبيره قوي 5 بونت بس حطهم سوريا، اللي هم 3 بونت اللي عليها كابتن شريف وباسكت او تو شوتس حطيتهم وباسكت حطيتهم سوريا. لا باسكت يارا وسامه، باسكت يارا وسامه. لا انا بقول لك على سوريا الخمسه بونت اللي فاضلين 3 بونت سوريا وباسكت يارا وسامه تمام. في 4 بونت كمان بعد كده يجي 4 بونت ميرال اشرف، ويجي بعد كده 4 بونت كمان او باسكت 4 بونت كمان فريده وائل. فريده وائل وعندك باسكت حطه يارا اسامه. الله ينور عليك. نروح بقى على فريق نادي سموحه، الهداف او الهدافه ايميلي 6 بونت بس 2 3 بوينت 9. طيب هاي دي السكور شيت جالينا من ارض الملعب، السوري سكاوتنج الستاتس بتاعت الشوط الاول والثاني او الفتره الاولى والثانيه. بعديها بقى 7 نقاط ريم اسامه كابتن الفريق ريم اسامه وبعد كده بقى 3 بونت احرزتها ايه فتح الله، و3 بونت احرزتها رنا محمد، وبعد كده باسكت مصطفى 3 بونت برده وباسكت يبقى 5 بونت. باسكت هيبقى انجي صلاح، وبعد كده بونت بقى اتحط من عند ملك سامي بس كده. انت طيب فوتت جنة مصطفى 5 بونت جنة مصطفى 5 بونت 5 بونت انا اسف 5 بونت دي افتكرتها التوتال لا بس هي 5 بونت مذاكر يا كابتن اسلام. طيب خلينا بقى نقول بعض الاحصائيات المهمه الثانيه، ناخد كده البرسنتج واسمع تقليل حضراتكم عليها. 3 بونت مثلا اللي هي يعني اكتر حاجه احنا شايطين 15 جايبين 3 نسبه كتير قوي لا لا ده ايه ده استنى في المقابل استنى يا كابتن استنى احنا شايطين 15 جايبين 2 3 لا 3 2 سلعاوي واحده سوريا لا 3 جايبين 3 هم حاطينها 2 لا لا 3 طيب ماشي مش هنختلف. هتيجي بقى في المقابل الناحيه الثانيه سموحه أيوة. شايطين 8 جايبين 3 لا احنا حاطين شايطين 12 جايبين 4 الله ايه ده يا جماعه ماتش ثاني ده ولا ايه؟ لا والله هو اهو الاهلي سبورتنج 40-30 هو الماتش ده اهلي سبورتنج اهلي سموحه بقى لا مو الاهلي سموحه انا اسف الاهلي سموحه اهو اهو ايجيبشن سوبر ليج سيمي فاينال جي 1 جيم 1 عندك سبورتنج الاهلي سبورتنج كلوب وسموحه سبورتنج والله والله لا انا مش جايب لكم حاجه يعني طبعًا. بس احنا لازم نشوف مين لجنه الاحصاء اللي هناك بقى كده لازم على تمام. فكره وارد يحصل غلط حاجه بسيطه جدا لان الهجمه بيحصل فيها احداث كتير جدا ما بين اسيست ما بين اسيست ما بين فري ثرو ما بين تيرن اوفر ما بين بلوك ما بين يعني ممكن مثلا فاست بريك تحط كره باسكت ينسى يحسب الاسيست اللي عمله عادي جدا وارد يعني. طيب ناخد كده بس بعض الاحصائيات الثانيه
سكور من الزون او المنطقه الحمراء او سكور بوينتس فروم بين. عندك الاهلي حاطط 20 بونت من الوصل للمربع. انا قلت لك في الاول 24 بونت الاولانيين منهم 20 بونت من الفاست بريك سلالم صح، منهم 8 فاول شوتينج و12 ثلاثات صح. سبورتنج حاطين 6 بونت بس 6 بونت واصلين المربع، الباقي كله من بره. طيب دي من ضمن الحاجات المهمه زي ما انت قلت يا كابتن اسلام. طيب هنقول بقى فاست بريك بوينتس، فرق شاسع يا كابتن اسلام، الله ينور عليك. انت ما زلت بتشكك في الاستاتستيك؟ لا عمري ما اقدر اشكك يا كابتن اسلام، احنا نقدر. بص يا كابتن، احنا ايه، احنا يعني احنا كده هنغديه لازم بجد بقى مش هزار. الفكره انه 18 نقطه فاست بريك حاطته من النادي الاهلي طبعا لست نقاط فقط نادي سموحه. فسر لي دي بقى، معلش انا عايز افسر دي بقى مع الكباتن بقى، ليه بقى 18 بونت ليه و6 بونت ليه سموحه بس من الفاست بريك؟ في كذا معيار بيخلينا نقول هو ليه ده حصل. رقم واحد العامل البدني، رقم اثنين وده بنحيي فيها طبعا مخطط الاحمال لكابتن اكرم السبكي، رقم اثنين الدفاعات البريسات اللي كابتن طارق بيعملها اللي هو بادئ بيها الجيم اصلا، ده بيساعدك انك تعمل فاست بريك ايزي باسكت. لان انت لما بتعمل بريس او بتستحوذ الكوره من تحت الحاله دي، او حاجه ان انت تبتدي بيها الفاست بريك، انت لما بتعمل بريس بيبقى عندك فرصه انك تاخد ستيل، فبيبقى عندك فرصه انك تروح تجري. هو قصد اسلام ان قبل ما هم يهاجموا انت خدتها من نص ملعبهم روح حاطط باسكت. طب الجزء الثاني اللي لما نزلنا باثنين بيج مان ولعبنا زون 2 3 بقى فرصه الريباوند بالنسبه لنا اكتر، وده عامل من عوامل بيخليك تعرف تجري. متفق معاك يا كابتن شريف؟ طبعا انا طبعا طبعا. يعني احنا اتكلمنا ان مميزات النادي الاهلي وفرقتنا ان الفاست بريك، ان عايز اقول لك يعني من مميزات يعني العوامل اللي قالها كابتن اسلام دي متفق معاه فيها طبعا طبعا، حته الناحيه البدنيه والدفاع الجيد باينه واضحه جدا جدا والريباوند لما محتاجنا الريباوند طبعا. وانا كمان بقول باكد فيها ان موضوع الريباوند، يعني انا عايز اقول لك ان احنا ميرال بتخش في الريباوند، فريده بتخش في الريباوند، كل العوامل دي بتساعد ان انت تقدر تطلع فاست بريك بسرعه. يعني ده اساس الفاست بريك، ان انت تاخد الريباوند وبتاخد الكوره. ده احنا في اكتر من ان رنيم البيج مان بتاعنا ياخد الكوره، هو اللي بيعدي بيروح بينا فاست بريك. فدي طبعا اكيد واضح ان هي دي تعليمات بالجاري فاست بريك على الفرقه. طيب. ودي اللي عملت نتيجه وفرق في ارقام برضو يا كباتن. هو طبعا فرقه الاهلي كلها شاركت مع ثلاث لعيبه، يعني 9 لعيبات شاركوا، دينا ونرمين وزايد. السموحه 2 بس ما شاركوش، يعني السموحه شارك ب 10، احنا شاركنا ب 9 حبيبه وهنا. طيب خلينا نروح والمحترفة عندنا برضو ما شاركتش، يعني واضح كده ان هو طارق بيريحها عشان المحترفة. برافو عليك، ملحوظه صح، عشان يبقى هي مصابه انكل اللي احنا قلنا عليه بتاع امبارح في التمرين. الماتش ماشي مش محتاج لها، مش محتاج بالظبط كده. طيب خلينا نقول ان اكشوالي هم 2 لعيبه بس اللي ما لعبوش، لان المحترفه شيكيليا هو اتفضل كابتن طارق انه يقعد. طيب خلينا نشوف اكتر اللعيبه لعبت، تتوقع مين يا كابتن في النادي الاهلي؟ من غير ما اتوقع رنيم اعتقد، اتكلم على ال 20 دقيقه الاولانيين ولا الماتش كله؟ لا ال 20 دقيقه رنيم طبعا. رنيم يعني رنيم هو حتى طبعا. لما طلعها هو رنيم ومرال، بس مرال اكتر، مرال اكتر، مرال بينها وبين رنيم عشان الفاول ترابل بتاع رنيم، لان هي في عملت 2 فاول وقعدت بره حبه قعدت بره حبه ونزل مكانها على فكره مرال ولعبنا يعني 5 ثواني. يعني رنيم 17 دقيقه لعبه تمام، مرال بالرغم الفاول ترابلز اللي حصل 3 فاول لعبة 17 دقيقة و44 ثانية، يعني اولموست الاثنين زي بعض. تمام. طيب والباقي كله فيه 15ات، نادين السلعاوي 15، الغريبة نادين، بص الغريبة بقى نادين سلعاوي وسرايا محمد لاعبين الاثنين 15 دقيقة 23 ثانية. الاثنين، يعني الرقمين، بص يا كابتن اسلام الرقمين، الرقمين نزلوا يعني لو كابتن طارق خيري قايسها وفي حد ميقاتي واقف بره مش هتبقى بالعدد. بس انا عايز اقول لك حاجه، الموضوع ده ما بيجيش بالباي لك، هو دايما طارق عنده حته الروتيشن، ده بيعمله يعني دي ميزه فيه، بحيث ان اللعيبه كلها تبقى فايقه انها تفنش الماتش وهي فول باور. اشكركم يا كباتن، خلاص لحظات وتنطلق الفتره الثالثه والرابعه، نطير تاني ونرجع لصالتنا صاله برج العرب عشان ننقل الفتره الثالثه والرابعه ومعلقنا الدكتور وائل ابو العزم. كل التوفيق للنادي الاهلي فالى هنا. شكرا معلقنا الدكتور وائل ابو العزم. اذا انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بفارق 7 نقاط، ننتظر او نبقى على بعد خطوه واحده من التاهل النهائي. مباراه جيده اداها النادي الاهلي خاصه في الفتره الاولى والثانيه وايضا الثالثه، ولكن الرابعه شهدت بعض التراجع، ولكن استطعنا بنات النادي الاهلي في حسم اللقاء. برحب بضيوف المره الثانيه كابتن شريف علي، كابتن اسلام علي. كابتن شريف، يمكن انت توقعت وكنا اوف اير بنتكلم ان مهم ان انا يعني اعدي المباراه الاول، ممكن ابقى اطمن الاول على المباراه وبعد كده ممكن ابقى اجري التغييرات، يعني احنا كنا بنتكلم في الحته دي. بس كابتن طارق خيري كان عنده ثقه كبيره في الفرقه وثقه كبيره جدا في التشكيل، وما شاركش حتى شيكيلي في المباراه، عنده ثقه ان شاء الله يعدي بالمباراه بالظروف دي لبر الامان. احنا فعلا اتكلمنا ده، وانا عايز اقول حاجه، هو طبعا كل مدير فني
بيبقى ليه وجهة نظر في انه يدير المباراة ازاي. طارق يعني ممكن يكون غيرنا شوية، احنا اتكلمنا ان احنا انا عايز امسك في المباراة في النهائيات دي الاساسيين بتوعي افضل ماسك كده بحيث ان انا اخلص كل ماتش. دي وجهة نظر. هو انا شايف وجهة نظره برضو على فكرة تحترم وشايف ان هي برضو سليمة، ان انا اناور باللعيبة اللي عندي. انا عندي دلوقتي مش في مشكلة في السنترات، يعني عندي الناس المصابة بلعب بيرانيم ويارا على فترات، فانا عندي في مشكلة تحت الحلقة اوريدي موجودة. فهو ابتدى يناور بالكلام ده كله باللعيبة اللي عنده. تقريبا اللاعب ال11 لعيبة ما فيش غير الشيكلي هي اللي ما لعبتش بسبب صحيح. الإصابة اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المباراة. انا عايز اقول لك حاجة، احنا برضو احنا في نقطة غايبة عننا شوية، يعني حتة اللعيبة اللي تحت الحلقة دي. في نرمين ايمن ما لعبتش، ونرمين ايمن فعلا دول الاثنين بس اللي ما لعبوش. يعني هو النهارده شارك جايدة خالد المصري، وفي مجموعه اللي هي اللي ما كانتش شاركت في الشوط الاول والشوط الثاني، شاركهم في الشوط الثالث زي جايدة ودينا عمرو. جايدة خدت 5 دقايق ودينا عمرو بالظبط. جايدة خدت 5 ودينا عمرو خدت 6 دقايق 35 ثانيه بالظبط. يعني واعتقد ان هو كان منزل جايدة ودينا، كان بيريح برضو بعض اللعيبه، مع ان الاثنين اللعيبه دول على فكره كويسين جدا، جايدة ودينا عمرو بالظبط كده. لكن احنا في حاجه بس غايبه عننا في الحته بتاعه السناتر، اللي احنا في عندنا شورتج فيها، بمعنى انت عندك اصابات جايه في المركز ده غير الاصابات. انت عندك في جنى الالفي دي من اللعيبه سافرت امريكا طبعا. اللعيبه كانت عامله الدور الاولاني في الدوري هايله. عندك هاله شعراوي من اللعيبه اللي كانت برضو عامله دور كبير جدا جدا. نور علي طلعت يعني، بس احنا نور كانت من قبليها، لكن جايدة جنى وهالة بسبب الحمل طبعا، وكانوا من لعيبة مؤثرة جدا جدا برضو مش موجودين معاك في الفرقة. انا شايف ان طارق بيناور باللعيبة اللي عنده بطريقة كويسة جدا. ميرال فريدة بيبتدي ينزلهم في بوزيشن 4 وبوزيشن 5. الحمد لله كسبنا وعدينا المباراة النهاردة بالإصابات اللي موجودة عندك، ببعض خلي بالك في بعض الغلطات اللي انا شايفها من وجهة نظري، ودي اللي طارق عالجها من اول ما مسك فرقه الباسكت سيدات. فرقه الباسكت سيدات كان عندهم مشكله في اللعب الفردي. انت لو تاخد بالك كده زمان كده كنا بنتابع سرايا السلعاوي رانيم، كان في لعب فردي كتير. اللعب ده الفردي اللعب جماعي بصراحه، عمل الموضوع ده واشتغل عليه، بقى في لعب جماعي، شكل الفرقه بقى حلو. احنا في السكور لما تاخد بالك كده في المباراه، لما السكور نزل ابتدى اللعب الفردي يرجع تاني. سرايا ابتدت تشوط، رانيم مش عارف وتخش وتجلي في مع تيرن اوفر. اللعب الفردي لما رجع السكور نزل. لكن انا شكل الفرقه دايما بيكتمل لما بيبتدوا يلعبوا باللعب الجماعي، بتبقى شكل الفرقه حلو وبتكسب بقى ايه بقى 15 20 وبتزيد. صحيح. اشكرك يا كابتن اسلام، اكيد عندك اللي تقوله واحصائياتك بقى التالت والرابع متعنا. اللي انا شايفه ان طارق خيري عرف يدير الجيم بالاوراق اللي معاه، لان هو لما شارك دينا عمرو وجايده اللي هم لعيبه كويسين طبعا بس مش اساسيين في الفرقه، شارك والسكور برضو 10 بونت قليل، وطلع 13 ورجع تاني 8 7. بيدير الجيم بيلعب بالكروت اللي معاه دلوقتي، لان احنا برضو عندنا نفس الماتش ده هنلعبه كمان يومين. انا مش هينفع العب بالثمان لعيبه ولا سبع لعيبه واكسب 20 30 بونت وارهقهم واعمل لهم اجهاد واجي يوم الخميس ادور عليهم ما لهمش. فطبعا فهو انا شايف ان هو ادار الجيم بشكل كويس، مش محتاج ان هو يكسب 20 30 بونت، يكفي انه يكسب 7 8 بونت كويس مفيش مشكله، بحيث انه يوزع الحمل على 12 لعيب ويبقى عنده فرصه ثانيه. وكويس كويس قوي انه ريح شيكلي، رغم ان الجيم كان محتاجه طبعا، ولكن البركه في اللي موجود. ان شاء الله يوم الخميس تلاقي الشكل بقى احسن، وتلاقي الوضع بقى احسن، وتلاقي بعض المصابين رجعوا هيفرق طبعا 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 اكيد. فانا شايف اللي عمله طارق خيري النهارده هي اداره يوم او اداره الجيم من خلال الاوراق اللي في ايده. طب احنا شفنا النهارده برضو بعض التميز في التاتا بونت عندنا، يعني الحمد لله النهارده تاتا بونت، يمكن فريده وائل حاطه تاتا بونت في وقت مهم، يمكن كابتن شريف في الاوف اير يعني او احنا بنتفرج على الماتش قال تاتا بونت دي خلصت بالظبط. ففريده وائل النهارده تاتا بونت كان احد اسلحتنا المهمه جدا. طب خلينا نستعرض بعض الارقام واسمع تقرير حضراتكم. بس قبل ما تصدر الارقام لازم ابقى عارف ان الارقام بتاعتنا في الثالث والرابع اقل من الاول والثاني، وده طبيعي. ده طبيعي. طيب خلينا نستعرض بقى الارقام كجيم كامل بقى كابتن اسلام. احنا عندنا طبعا في اثنين لعيبه ما شاركوش عندنا، شيكيلي، وعندك زي ما قلنا نرمين ايمن. طيب اكتر لعيبه شاركت في المباراه مين؟ ميرال اشرف شاركت، ميرال ونرمين زي ما هم برضه شاركت 32 دقيقه و28 ثانيه ميرال، وعندك رنيم الجداوي 34 ثانية. ويمكن ده اللي قاله كابتن شريف عليه ان هيبقى الحمل على رنيم النهارده بشكل كبير، لان هي السنتر الخمسة الوحيدة اللي موجودة في الفعل. طيب هداف النادي الاهلي
كان رقم واحد رنيم الجداوي برصيد 24 نقطة. الله أكبر، ما شاء الله عليها، يعني ربنا يحميها. طيب أعزائي المشاهدين، خلينا نرجع لأرض الملعب تاني، وهنا أبو القاسم مراسلتنا هناك، ولقاء مع الهيد كوتش أو المدير الفني للفريق كابتن طارق خايي. اتفضلي يا هلا. برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وطبعا ببارك للأهلوية كلهم بعد فوز ملكات كرة السلة سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق سموحة. ومعي في هذه اللحظات طبعا المدير الفني للنادي الأهلي كابتن طارق خيري. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وببارك لحضرتك على الفوز النهاردة، وعايزين حضرتك تكلمنا بقى على كل أمور متعلقة بالمباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا برحب بيكم وشكرين على تعبكم ان انتوا تبقوا موجودين هنا. بحيي كابتن هيثم وضيوفه، وانا عارف ان هناك كابتن شريف علي وكابتن اسلام علي، تحياتي ليهم وسلامي ليهم. لا بنتكلم على ظروف، انا عندي ازمه بقالي داخل في اقل من شهر. انت عارفه ان لما الفرقه لما بتطلع من بطوله لبطوله الحمل لازم نقننه شويه مع الناس، حتى اللي لعبت خدت تايم طويل، الناس اللي بتاخد تايم قليل احنا بنحاول نعلي الحمل عليها شويه، يعني عشان ما يبقاش في اوفرلود. احنا كنا خلصنا الكاس قبل العيد بيوم او يومين، فخدنا اجازه العيد، خدنا يومين وادينا الاولاد يعني برضو عشان نبسطهم ثلاث ايام العيد كمان، خدنا خمس ايام. دي كانت مشكله جات لنا مننا بقى، اتفاجئنا في تجميع المنتخب مصر 3 على 3 واخدين 8 لعيبه بيلعبوا ماتشات لرانك انا ما اعرفش ايه التوقيت بتاعه، عمل لي ازمه 8 لعيبه مع 2 مصابين بقوا مع 10، بقيت امرن 4 لعيبه، الناشئين خلصوا مريحين فما بتمرنش 5 على 5 ولا 3 على 3. جينا من اليومين اللي ظهره شادد اللي خلفيته شاده اللي ضمه، لان بيلعب 4 ماتشات في اليوم، يعني بيسخن يلعب بعدين يبرد ويسخن، فطبيعي اللعيب بيشد. جينا ريحناهم، التمرين بقت على خفيف او على قد ما نقدر، منها مراجعات منها بتاع، كان عندنا ازمه يعني لحد ما جينا لعبنا جيم النهارده احنا ما كملناش 8 في التمرين، مش عارف حتى راجع 5 على 5. كانت هي دي الازمه اللي كانت مقابلاني وخايف على الناس ان هي تتعب. الازمه الثانيه انا عندي الاصابات كلها جايه في البوفتات، نايشيتا وندى المحترف امبارح سبرين في التمرين بتنط نزلت على رجل اللعيب، بقوا 3 مصابين، ما عنديش غير رنيم ويارا. الجزء الثالث النهارده مش عايز اتكلم على الحكام بس خدت فاولات كتير قوي بره مش قادر اريح رنيم، فهي دي المشاكل اللي قابلتنا. بنحاول يعني بيسموها نعمل روتيشن على الفرقه، بتخافي طبعا مش عايزه تخسري فبتنزلي وتخرجي على قد ما تقدري، مش فارق معايا نكسب قد ايه، نكسب سكور نكسب، المهم محدش يتعور وتحقق الهدف بتاعك على الاقل المرحله دي لحد ما نكمل نبقى الفرقه كامله حتى العدد بتاع البوفيتات. يعني طبعا ظروف صعبه جدا زي ما حضرتك قلت، لكن كالعاده فريق النادي الاهلي كان قد المسؤوليه وقدر يحسم المباراه لصالحه. مفيش طبعا وقت كبير للتحضير للمباراه القادمه، فعايزين نعرف ازاي هتستعدوا للمباراه القادمه يوم الخميس اكيد. تمام، احنا مجهزين دلوقتي مغطس ريكفري ثلج، في هنا مغطس ثلج حوض زي بسين صغير في الاوض جوه، مجهزين احنا من امبارح جايبين ثلج، هم الاولاد جوه دلوقتي، ده الاستشفاء. وبكره عندنا تمرين برده خفيف، منها شوتينج منها مراجعة على الشغل من ميستيك بتاع النهاردة، الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة بنأكد عليها مع ميتينج فيديو للمباراة اللي بعدها. بشكر حضرتك جدا يا كابتن وبارك لحضرتك، طبعا عملتوا مباراة كبيرة وإن شاء الله بقى كمان تتأهلوا للنهائي وتحققوا خماسية هذا الموسم إن شاء الله. إن شاء دعواتكم. بشكر حضرتك جدا. يعني ده طبعا كان لقائنا مع كابتن طارق خيري، ولسه مستمرين معاكم مع لقائنا. ومعي طبعا في هذه اللحظات احد نجمات المباراه النهارده اللاعبه طبعا رنيم الجداوي. في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، وعملتي مباراه كبيره جدا الحقيقه النهارده. اهلا بيكي، شكرا جدا. المباراه النهارده ما كانتش سهله، احنا شويه استهترنا، ممكن نكون نقول ان احنا استهترنا بالجيم شويه، بس الحمد لله فوقنا في الاخر وربنا وفقنا والحمد لله، يعني عدت على خير. يعني يمكن كنتم مسيطرين على جميع مجريات المباراه، لكن في الكوارتر الاخير او الرابع شويه المباراه بقت اصعب. عايزين نعرف بقى اهم التعليمات اللي اكيد اداها لكم كابتن. ان احنا شويه اتخزلنا في على الربع الرابع كده، وما بقيناش نعمل ديفنس كويس، فالكابتن اخد تايم اوت واللي هو بدا يفوقنا شويه، وان احنا مستحيل نكسب كل الماتشات من غير ما نعمل ديفنس الاربع تشواط بس. فاحنا نزلنا وكنا متحمسين جدا يعني ان احنا نكسب ونلعب بشكل يعني كويس.
عايزين نعرف بقى استعداداتكم ايه للمباراه القادمه، خصوصا ان احنا عارفين انتوا عندكم هدف واحد من اول الموسم الحقيقه، وانتوا بتقولوا انتوا عايزين تعملوا موسم استثنائي وتحققوا خماسيه وكمان يكون موسم بلا هزيمه، ولحد الان ناجحين في ده اكيد. ان شاء الله نريح النهارده وخلاص وهننسى الماتش اللي فات، ونأول بكره هنستعد ونشوف اخطائنا يعني بتاعه ماتش النهارده ونستعد ليها، وان شاء الله الماتش اللي جاي نلعب الاربع تشواط باكمل وجه ونعمل ماتش جميل ونكسب باذن الله الماتش والبطوله كلها باذن الله. بشكرك جدا طبعا يا رنيم والف مبروك مره ثانيه. ميرسي، الله يبارك فيك. شكرا. يعني يا كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائي مع كابتن طارق خيري وكمان مع نجمه مباراه اليوم كابتن رنيم الجداوي، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن لقاء مهم مع كابتن طارق خيري، وتطابق كلامه مع ضيوفي، يمكن في تقارب كبير بين كابتن شريف علي وكابتن اسلام علي، يعني هم عمل مع كابتن طارق خيري في الجهاز الفني في جهاز الرجال في 2016 و17 و18 على ما اتذكر، وحصلوا على بطوله افريقيا، فطبعا انتوا يعني فاهمين. هو انا كنت عايز اعمل منك قوي لو ما كنتش قلت الجمله دي، ان تطابق كلامه مع كلامنا. طبعا لا، ليه؟ لان احنا اي كلام يا كابتن اسلام. لا بس هو قال نفس اللي احنا قلناه بالظبط. طب ممكن الجمله الشهيره بتاعتك مش لازم يكسب 30 بونت و25 بونت والكلام ده، يكفي انه يكسب 7 8 بونت. بيدير معاه اوراق بيستخدمها يعدي بيها النهارده عشان يخش يوم الخميس ان شاء الله مكتمل الصفوف ويريحنا، تمام، يوصل بينا بقى الماتش الفاينل اللي هو مع فرقه اكيد قويه. بس هو يعني برضو كابتن طارق اشتكى من تجميع 3-on-3، اشتكى منها واشتكى ان ده حرمه من لعيبته. انا كمان اشتكيت منها، انا طول السنه مش شايف لعيبتي بسبب 3-on-3، ما اعرفش ليه. ما انا من نفس الكلام، 16 سنه برضو بيلعبوا 3-on-3. خلينا اكلمك بكل امانه، الموضوع نشاط برضو يا كابتن، يعني خلينا نقول الراي وراي. انا مش معترض على اي نشاط. المشكله ان الموضوع ده بيفاجئ المدرب، يعني هو ما بيبقاش محطوط له بلان ان انا يوم كذا هناخد منكم اللعيبه، لا هو فجاه هو مش معترض على قبل البال. انا مش معترض على النشاط، بل بالعكس ده انا موافق على تزود النشاط كمان، ولكن لازم يبقى في اجنده وفي مواعيد وفي مواعيد يبقى المدرب تنظيم. طب هي ليه بتيجي فجاه؟ ليه ما فيش اجنده؟ هي بتاعت البال دي يا كابتن هيثم، هي بتاعت البال دي طبعا، هي البطوله جت يعني متحدده، فابتدوا قالوا نفكر ان احنا نعمل 3 اون 3 قبل البطوله بحيث ان هي ايه تتوافق مع، فهي التجميع جت فجاه، يعني المفروض ان يبقى في اجنده بمواعيد، يبقى المدربين عارفين هتساعدهم ان انا اقدر اريح امتى، اقدر اخد اجازه امتى. انا شوف هو كابتن بيقول لك ايه، خدت 3 ايام وبعد كده رحت مديهم 3 ايام اجازه العيد بالظبط كده. لو كنت اعرف ما كنتش رايح لعبت. فهو يعني بيشتكي ويعني شايف ان ده حاجه عملت له دربكه كبيره في الخطط الفنيه. طيب مباراه بعد لا هي بس معلش عايز ارجع للنقطه بتاعت السيوس، هي بطوله مهمه، والسنه دي الاتحاد حاططها في ضمن البوينت الاولمبيه، لا البوينت كمان بتاعت الدرع العام للنادي، يعني انت النادي بينافس على درع عام مراحل الناشئين والدرجه الاولى وعليهم كمان السيون 3. فهي خلينا كابتن اسلام نروح لارض الملعب ونشوف برضو بقيته او نستكمل بقيه اللقاءات، ولقاء مع هنا ابو القاسم، ولقاء مهم مع نادين السلعاوي. اتفضلي هنا. برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم وضيفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية بعد طبعا فوز سيدات كرة السلة على فريق سموحة في نصف نهائي بطولة دوري السوبر. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا النجمة كابتن نادين السلعاوي. في البداية طبعا برحب بيك يا شاشة قناة نادي الأهلي، وببارك لك أكيد على الفوز في مباراة اليوم. عايزاك تكلميني بقى على كل الأمور المتعلقة بالمباراة، يعني شايفين أنتوا كنتوا مسيطرين على جميع مباريات المباراة، يمكن المباراة بقت أصعب في الكوارتر الرابع، لكن انتوا قدرتوا تفوزوا في المباراه في النهايه. الله يبارك فيكي. مباراه يعني صراحه كانت صعبه شويه بالنسبه لنا، طبعا سيمي فاينل، فريق سموحه فرقه كويسه وفرقه كبيره ومعاهم مدرب محترم، هم جايين مش خسرانين حاجه، يمكن يكون الاسترس عندهم مش موجود فعشان كده بيلعبوا في اريحيه، كل واحده بتطلع امكانياتها. احنا بدانا الماتش كنا مركزين كويس قوي، يمكن تركيزنا صراحه ضعف في اواخر المباراه، وده اللي خلى الفرق يقرب شويه، بس يعني احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نفوق من ده ونادي يعني باداء احسن من كده الماتش الجاي. يعني اكيد انت كان ليكي دور كبير في الملعب، اكيد لاعيبه خبره، عايز اعرف بقى اهم الحاجات اللي قلتيها للاعبات عشان ترجعوا اكيد مره ثانيه توسعوا فارق السكور. والله احنا النهارده شاهين المحترفه بتاعتنا كانت اوت، جالها سبرين امبارح في التمرين، فاحنا كنا يعني كنا عارفين ان اللود هيبقى علينا اكبر، فيعني حاولنا ان احنا نلم نفسنا قبل الماتش كتير قوي ونتكلم مع بعض ان احنا مش هينفع نهزر، مش هينفع ندي سموحه فرصه، ومعاهم محترفه برده كويسه الناحيه الثانيه. كنا عارفين اتكلمنا كتير قوي ان قوتنا النهارده كانت تحت الباسكت مع رنيم، لان يعني بيفوتاتنا احنا كنا اتقل منهم، قدرنا برده ان احنا نقطع النهارده ونضغط كتير قوي ونعمل بريسات ونغير من شكل الدفاع بتاعنا، وده اللي خلانا يعني نحقق الفرق.
عايزين نتكلم بقى عن استعداداتكم للمباراه القادمه. اكيد مفيش وقت كبير، المباراه هتكون يوم الخميس، عايز اعرف هتستعدوا زي المباراه. والله احنا دلوقتي من دلوقتي بدات الاستعدادات عندنا في اوضه اللبس ريكفري، وبعديها بكره ان شاء الله عندنا تمرين. اكيد النهارده او بكره الصبح هيكون عندنا سيشن هنتفرج على الماتش ونتفرج على اخطائنا عشان نقدر نصلحها قبل مباراه الخميس. مباراه الخميس هتبقى طبعا قويه جدا، الماتش خلص 5 بوينت، اكيد الفرقه سموحه هتبقى جايه جاهزه للمباراه، وبس احنا ان شاء الله نبقى اجهز يعني بالنسبه لهم. في النهايه بقى عايزاكي تقولي رساله لجماهير النادي الاهلي اللي دايما طبعا تحب تشجعكم وتدعمكم وتتابعكم. شكرا طبعا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما معانا وفي ظهرنا، وان شاء الله يعني نقدر نفوز في السيمي فاينل ونشوفهم بقى ان شاء الله في القاهره في الفاينل ان شاء الله. بشكرك جدا طبعا يا نادين، وببارك لك مره ثانيه واتمنى لك كل التوفيق في المباراه القادمه. ميرسي، شكرا جدا. يعني يا كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائنا مع نجمه الفريق كابتن نادين الصلعاوي، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شفتوا يعني اكيد لما بيبقى اللاعب بيحاسب نفسه قبل ما الجهاز يحاسبه بيبقى الدنيا مرتاحه قوي. يعني النهارده شفنا رنيم وهي بتتكلم، شفنا كمان نادين السلعاوي اللي هم مفروض اكتر اتنين لاعبات النهارده هدفوا في الفريق، بيقول لك ان حصل عدم تركيز في النهايه. فهنا اللاعب ده كواليتي اللاعب اللي موجود النهارده في الفرقه، او اللاعيبه اللي موجوده النهارده في الفرقه بتحاسب نفسها، شايفين الجيم قبل ما المدرب يقول لهم. يعني بتهيألي ده مهم جدا. دي ظاهرة صحية جدا جدا. يعني بص، هي أي منظومة عايز يبقى فيها النجاح لازم اللعيب نفسه يحاسب نفسه بعد كل مباراة، وزي ما احنا شفنا كده رنيم والسلاوي بيقول احنا استهترنا شوية في بعض أوقات المباراة، وده اللي أدى إن السكور ينزل بالطريقة اللي احنا شفناها دي. لكن المنظومة عشان تنجح أنا شايف إن فيها عوامل كتيرة جدا جدا، منها بداية كده من المدير الفني وتعاملاته مع اللعيبة. أنا عايز أقول لك حاجة من المميزات في طارق، إن هو بيعامل اللعيبة الصغيرة زي اللعيبة الكبيرة، ودايما عنده ميزة كده لما بيكون في أي مشكلة على طول بيجتمع ويعمل ويحل المشاكل. فدي من الحاجات اللي بتساعد إن المنظومة بتاعت الفرقة تنجح. دي من أهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. أنا كلعيب في المباراة دي ما قدرتش أدي بالمستوى أو المطلوب مني من المدير الفني، فلما أجي حاسب نفسي دي حاجة بتبقى صحية جدا، بتبتدي تشتغل عليها في المباراة بعديها. طب كابتن إسلام، يعني نفس الكلام النهارده شايفين، يعني تحس ان كل لاعيبه هي كوتش نفسها، هي حاسه بالاداء. يعني نادين ورنيم الكلام تقريبا متطابق بالرغم ان هم ما سمعوش بعض. فرقه الاهلي في السيم عندهم 4-5 لعيبه كده عقليه محترفين في 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 اكل، في نوم، في مواعيد تمرين. يمكن عشان لعبوا جامعات بره زي رنيم من ضمنهم رنيم والسلعاوي وهلا شعراوي وميرال اشرف، كل دول لعبوا جامعات بره، فيمكن خدوا. لا انت كمان لو عشان احنا يوميا بنشوفهم في النادي فتتفرج عليهم اتيتيود لعيب محترف فعلا، ما فيش هزار في التمرين، بتحاسب نفسها على طول اول باول، عارف يعني ايه اكل، عارف يعني ايه نوم بدري، يعني محترفين بجد والله. وده اللي مخلي الفرقه ليها شكل، ان والصغيرين بيخشوا بيشربوا بقى الكلام ده. يعني دايما اقول الكلمه دي، احنا واحنا صغيرين وبنطلع لما نلاقي الجو العام بالشكل ده بنشرب منهم الكلام ده بالظبط. فبرافو عليهم جدا، انا بحب الكلام ده جدا، يعني برافو عليهم. اللعيبه الكبار الاتيتيود بتاعهم محترفين فعلا، وده اللي بيخلي الفرقه في عز الظروف اللي احنا فيها، الاصابات والغيابات والكلام ده، ليها شكل واقف على رجليها. عايز اروح ليارا اسامه. يارا اسامه النهارده كان يمكن اول مباراه ليها تشارك بعدد يعني بوقت كتير، انا هجيب لكم دلوقتي قد ايه. بس يارا اسامه النهارده انا شايف الاداء اتطور لواحده واحده، لما دخل جوه الفرقه واحده واحده بدات تحس انها بتتمرن وتشتغل، ان هي جت وسط الموسم. هي ليه دايما بركز على يارا اسامه؟ يارا اسامه جت من وسط الموسم ده فعلا، وما خدتش الاعداد اللي خدوا اللاعبات، فمطالب منها مجهود وجهد وتركيز مضاعف. اعلى مضاعف. بس النهارده الحقيقه انا شفتها، انا الحقيقه فرحان بيها. يعني يارا اسامه النهارده نوعا ما بشكل كبير بقى في ستابيليتي، ما بقاش في غلطات في الملعب، بقت داخله جوه الفريق. رايك يا كابتن اسلام؟ تقدر تبقى احسن من كده كمان بالتجانس بقى، والفتره اللي هي ان شاء الله لما من الموسم اللي جاي هتبان قوه يارا اسامه. هي ما شاء الله سايز لعيبه منتخب، لعيبه منتخب وسايز ولعيبه تالنت، وتقدر هي ممكن يكون عندها، ممكن من وجهه نظرنا ممكن يكون عندها سنه اوفر ويت، بس دي عادي بقى مع الشغل عادي. لكن هي خامه هي كويسه. خدت النهارده 10 دقائق تقريبا، خدت 10 دقايق، وده برضو يعني هي على فكره هي ما خدتش التايم ده قبل كده في المباراه. صحيح، لان طبعا انت وفي الندى والديفوتات اللي هم المصابين ما كانتش بتاخد التايم ده. فالتايم اللي خدته النهارده ده اعتقد نوع ظهرها شويه. لكن انا متفق مع اسلام ان هي محتاجه شغل في الوزن، محتاجه شغل بدني، محتاجه شغل فني، واعتقد ده هيحصل معاها في فتره الاعداد في الموسم الجديد، ان هيبتدي كابتن طارق يشتغل عليها. لان هي على فكره لعيبه
يعني كسايس تحت الحلقه ولعيبه منتخب مصر زي ما انت بتقول يا كابتن هيثم. فلعيبه مهمه ولما هتبتدي تجهزها للموسم اللي جيت اعتقد ان هي بقى شكلها احسن. طب هي جايبه ريباوند تقريبا، انا بشوف احصائياتها هي جايبه توتال ريباوند 4 ريباوند في 10 دقائق مش وحش. الفيلد جول عندها 50% لانها حاولت محاولتين على الباسكت جابتهم، يمكن الفري ثرو بس هو اللي شويه شوت اربعه جابت واحده. لو كانت جابت الاربعه دول يعني كان ممكن الافشنسي يعني الافشنسي بتاعها 3 يعني في لعيبه بيكون الافشنسي 0 او تحت، ده مش معنى كده انه وحش ولكن ساعات بيبقى مش متوفر. بس هو الاربعه ريباوند از ا بيج مان ما اقدرش اقول برافو، لا كويس، بس مقارنه بان هي 10 دقائق مقارنه بالتايم والكلام ده 4 باوند لو في 10 دقائق، لو لعبت 20 دقيقه تجيب 8 باوند كتير، لو لعبت 30 دقيقه تجيب 12 باوند. لا كويس، لا كده اقدر اقول كويس، انما عشان كده بقول لك مقارنه بالوقت. يعني انا ليه دايما بحب اتكلم مقارنه بالوقت، لان يا اسامه زي ما قلت لك هي جت في وسط الموسم، هي اقل لاعبه من لعيبه الفريق اللي خدت اعداد وتعايشت مع الفرقه، بس انتوا بتراهنوا عليها السنه الجايه، شايفين السنه الجايه تكون يعني بشكل مع شغل جديد مع كابتن طارق، لان امكانياتها كويسه، لان امكانياتها كويسه. نعم طيب، النهارده اعلى افشنسي في الفريق، اعلى افشنسي في الفريق 27 اللي هو رنيم نادين السلعاوي، اعلى افشنسي ما شاء الله، اعلى افشنسي النهارده بافشنسي رغم انها مش اعلى سكور، مش اعلى سكور لسه، هتلاقيها بقى ايه في الستيل والاسيست والحاجات. تاني اعلى افشنسي رنيم 25 اكيد. طيب تعالى نحلل الارقام، اثنين احسن لعيبه اللي كانوا معانا كمان في الضيوف في ليه افشنسي بتاع يعني لان الافشنسي بيخش جواها طبعا الانديفيدوال ديفنس والتيم ديفنس وعدد المحاولات والريباوند والاسيست يعني نادين عامله ثلاثة ستيل واربعة اسيست وثمانية ريباوند. رنيم في اول كوارترين بس عامله اربعة ستيل، عشان كده الافشنسي عالي. طب نشوف كده رنيم تعال الافشنسي 25 عامله ستيل 4 يعني تقريبا اقول 3 عامله 3 ستيل يعني نقول 4 هو ممكن يكون في غلط في الاحصائيات. عامله توتال ريباوند الله اكبر رنيم بصراحه. بص بقى رنيم كام ريباوند؟ 18 توتال ريباوند. لعبه كده قد كام دقيقه رنيم؟ 32 دقيقه 34. ما انا بقول لك جايب 24 يعني بونت. اعلى من الاربعه بتوع 10 دقايق بتوع يارا، ده اللي اقصده، عشان كده بقول لك في الاول يعني انت بتقول 4 في 10 دقايق يعني 8 في 20 يعني 12 في 30 هي جايبه 18 في 34. ماشي ما هو لو لعبه انت تقدرش تحكم يعني ممكن ماشي، بس انا عايز اقول ان يعني اقدر احكم على الريباوند من رنيم دلوقتي جايبه 18 في 34 دي اللي اقولها برافو. لو جابت ال 12 في 30 ما اقولهاش برافو، لان رنيم ما شاء الله سايز وبسهوله تجيب ريباوند، هي مش قصيره يعني، هي لو جابت لها 7 8 10 باوند مش هقولها برافو، ده العادي. من اول 13 14 اقولها برافو، لا انت عملتي النهارده جود ريباوند او جود جيم في الريباوند. هي لعيبه مهمه ومؤثره، خلي بالك في النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا رميم طبعا من اساسيات الفرقه عندك، لان انا عايز اقول لك حاجه كمان، هي ابتدت تطور من نفسها كمان في اللعب، ان هي ابتدت تشوت 3 بوينت. طيب هقول لكم رقمين وقولوا لي الرقمين دول يدلوا على حاجه ولا لا. النهارده التوتال ريباوند ليه النادي الاهلي توتال ريباوند ما بين اوفنسيف ريباوند ديفنسيف ريباوند توتال ريباوند 55، توتال ريباوند في سموحه 45، فرق مش كبير. ليه ده حصل في الثالث والرابع على فكره؟ يعني انت شايف ان الفرق، طب استنى اجيب لك الاول والثاني وانت تحسب الاول والثاني. برافو عليك انت كده ماشي معايا، انت مش قاعد. طب بص، طب 29 18 لا اسف الفرق في الاول والثاني كان اكتر، كان اكتر، ما ده اللي بنقوله. 29 ريباوند في الاول، استنى 29 ريباوند للنادي الاهلي في الاول والثاني، 18 ريباوند في الاول والثاني، هم ال 10 في 11 فرق 11 29 و 18 فرق 11 والثاني فرق 10 لا التوتال بقى فرق 10 التوتال فرق 10 يعني الثالث والرابع كانوا اقل. الثالث والرابع، طب ما تجيب لنا كده يا كابتن هيثم الثالث والرابع. لا الثالث والرابع مش عندي، ما انا هقول لك كلامه صح، هو بيقول لك ان الاهلي ليد في الثالث والرابع بريباوند واحد، الاهلي في الشوط الاول والثاني ليد ب 11 ريباوند. كلامه صح، ان الريباوند كان في الشوط الثاني. انا بقول لك ايه، في الشوط الثاني سموحه جاب خد منه ريباوند كتير، ما هو من السكور باين ومن الترانزيشن، من الترانزيشن اوفنس باين. انا كل ما هجيب ريباوند كل ما هجري، ما هو لا انت لو تاخد بالك كمان مين اللي ساعد في الريباوند ده، عندك رنيم، عندك ميرال، عندك فريده، الثلاثه دول بصراحه عندهم حب ان هو يخش دايما في الاستحواذ على الكوره. طيب الفري ثرو النهارده نسبته لازم يعني يحسن مراجعه، عندنا الفري ثرو بتاعنا 68% في وقت سموحه برضو يعني ما فرقتش عنا كتير 72 او 73%. الفري ثرو هنا لا، انت عايز لو عايز تكسب بطوله بقى بتتكلم على ليفل عالي جدا. لا لا لا. 68% ده يعني 25 فري ثرو جايب 17
قليل قليل قليل. انت 25 دول يعني كبيرك تجالي 3 4 مش تجالي 6 او تجالي 8 8 مجالي 8 فاول شوت كتير. الثري بوينت بقى تعالى بقى تعالى بقى 3 بوينت توتال. الثري بوينت مش حلو على فكره خالص يعني. احنا 19 2 من 10 نسبه يعني 19 2 من 10 النسبه قليله. انا عايز اقول لك الشوط الثاني بس يا كابتن هيثم تخيل سموحه لا سموحه عامله سموحه 26% 27% واحنا 19%. احنا في الشوط الثالث والرابع احنا شايطين 9 3 بوينت 27% سموحه جايبين 3 جايبين 3 3 بوينت من 9 طب ما ده حلوه دي 33.5 ده الشوط الثالث والرابع انما سموحه شايط 11 3 بوينت جايب 2 احنا احسن احنا احسن في الثالث والرابع بس الفريق الثاني كان وحش الاول والثاني انا اعتقد كانت النسبه معقوله لا الاول والثاني هجيبهم شايطين لا الاول والثاني احنا شايطين 15 جايبين 3 ما النسبه وحشه نسبه قليله برضو ده هنا بقى في السكاونتنج 15 2 يعني انت 3 عندك اللي انت حاسب حساباتك احنا طيب 15 3 برضو نسبه قليله جدا قليله طبعا يبقى اللي عمل البالانس معانا 3 ورابع في 3 بونت بس 3 ورابع احنا في الاول والثاني احنا في 3 بونت اوحش بص هي دي شالت دي يعني في حاجات احنا بس احنا از اوفرول 3 ورابع اقل اداء من الاول والثاني في حاجات كتير يعني بمناسبه الثري بوينت برضو احنا الحمد لله يعني اللي خليك كده في الجيم ان انت مسكت في الجيم الثري بوينت بتاعت فريده اللي في الاخر يعني انت قلت هي دي بصراحه يعني خلتنا اطمننا كده. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني والف مبروك النهارده وان شاء الله النادي الاهلي يفوز في المباراه. حبيبي انا اتشرفت بيك وبتشرف دايما لما باجي في قناه الاهلي ومتشكر جدا يا كابتن. نورتنا يا كابتن اسلام علي بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن هيثم ومبسوط بالقعده الجميله دي وان شاء الله يبقى وشنا حلو على فرقه الباسكت على طول ان شاء الله دايما يا كابتن اسلام. اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا انتظرونا بعد قليل هنيل لحضراتكم مباراه الكره الطائره الاهلي والزمالك في جيم 2 في سلسله مباراه نهائي كاس مصر. بعد ان شاء الله غالبا هنطلع المباراه هتبقى الساعه 9 يعني هنطلع 8:30 تقريبا ان شاء الله على الهواء الاستوديو تحليلي هنحلل لحضراتكم كل المباراه كما تعودنا لا تذهبوا بعيدا 9 هنطلع 9 والمباراه بقت 9:30 انا اسف ابديت لاخر ابديت الزملاء بيبلغوني اخر ابديت المباراه بقت 9:30 واحنا هنطلع 9 باذن الرحمن في الاستوديو التحليلي عشان نتناول المباراه معاكم فنيا وتحليليا مع ضيوفي اكيد اللي هينورونا في الاستوديو بشكركم شكرا جزيلا ما تروحوش بعيد واستنونا بعد قليل.